ميدالياته طبعا في ظل الاحترازات الموجودة. وهذا طبعا بيبو اللي يقلد بالميداليات، الله يعينه الآن كم كيلو ميدالية ذهب يقلد وهو يساوي كل هذا الذهب. نعم نعم نعم، الخطيب يساوي كل الذهب ويستحق هذا الذهب، وكان الله في عونه يا خطيب لتحمل كل هذا. والله هذا اللي يقول لك يتائل بالذهب هو محمود الخطيب، هو محمود الخطيب، تدمع عيناه تدمع عيناه ويتوج هنا لدينا بكل هذا الذهب يا خطيب. والله تستحق كل ذلك، تستحق كل ذلك، وبادرة من كل لاعبي النادي الأهلي الذين يتوجون محمود الخطيب على كل السنوات وكل البطولات وكل ما فعله للنادي الأهلي.